نفس المنطقة اللي وصلنا لها ساعة بالطيارة وساعة بالطريق من المطار لغاية هنا. هو هنتكلم عن مشروع تخزين المياه اللي عملته المسلم ايد، وبنت حوالي 20 خزان مياه لتخزين مياه الأمطار النازلة في المنطقة دي. وده القدرة بتاعته على تخزين حوالي 400,000 لتر مكعب. هنا 400,000 لتر مكعب، هناك في 180,000 لتر مكعب. ادي ما بين الخزانين اللي احنا بنتكلم عنهم حوالي 600,000 لتر مكعب، واحنا عندنا 20 تقريبا في المنطقه دي كلها، احنا بنتكلم عنها 606 مليون متر مكعب في المشروع اللي عملته مصر. هنا مهم جدا ان احنا ناخد مياه الامطار نستفيد منها، نستفيد منها في عمل الخزانات دي، ونستفيد منها في عمل الحفاير هنشوف واحدة بعد شوية. وبعدين لو اللي عايز يبني آبار يبني آبار، لكن الآبار بتبقى إيه مكلفة، أغلى تكلفة من دي، وفي نفس الوقت بنتكلم فيها عن إنها بتبقى تجف فيما بعد. أنا مش بقول ما تبنوش آبار، لكن بقول الحل هنا هو في منطقة زي كده، هو أولا ترميم السدود، ثانيا بناء سدود، ثالثا عمل خزانات زي كده. هو دي هي الأولويات بتاعتنا، وأنا أولوية بتاعتي الأولى 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 خالص هي بناء السدود، عشان تكون سدود دائمة لتخزين كميات كبيرة من المياه ورفع منسوب المياه في الأرض. وجزاكم الله خير، وأتمنى منكم أنكم تدعموا مشروع المياه عشان نعمل حل دائم للجفاف والقحط اللي بيحصل في الصومال كل شوية، كل عام وكل عامين وكل 3 أعوام. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.